Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen national 2016. Donc, on va le premier exercice de l'algèbre linéaire. C'est l'exercice de l'algèbre que qui est l'exercice de le national 2019. Alors, l'exercice, on a la matrice A, on a la matrice D, on a la matrice P, on a la matrice Q. La première question montre que le polynôme caractéristique de A est P de lambda égale lambda au carré moins 4 fois lambda plus 3. Alors la première question, il a calculé le polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, il a la le dit mais il a dit déterminant de A moins lambda fois l'identité. Donc, il a la matrice, il y a A moins lambda fois l'identité, et il y le déterminant de A. A, il y a la matrice, l'identité, il y a 1, 0, 0, 1. Donc, il a la A. موان لاندا فوا لي دونتيتي راه بحال الا كناخد لا ماتريس ا و كنقص من الدياغونال ديالها لاندا غتعطيني هنا دو موان لاندا وهنا دو موان لاندا وهنا غيبقى سي 1 1 دونك غنحسب هاد لو ديتيرمينو ان غابيل كنعرف ان الا كانت عندي اون ماتريس كاري تاي دو طاي فو دو فوا دو كتكتب على هاد الشكل ا بي سي دي لو ديتيرمينو ديالها كيكون هو ا فوا دي موان بي فوا سي دونك هادي هي الطريقه اللي غنستعمل بوغ كالكولي لو ديتيرمينو هي دو موان لاندا فوا دو موان لاندا اللي هي دو موان لاندا او كاري موان 1 فوا 1 اللي هو 1 من بعد غادي ننشر هذه متطابقه هامه اللي هي 4 زائد لاندا او كاري موان 4 فوا لاندا موان 1 دونك لو بولينوم كاركتيريستيك عطاني هو لاندا او كاري موان 4 فوا لاندا بلس 3 ابخي طلبو مني نجبد لي فالور بروب لي فالور بروب بار ديفينيسيون هما لي فالور لي كاين عادم فيهم لو بولينوم كاركتيرستيك الوغ باش نجبد لي فالور بروب خصني نحل هاد المعادله لي هي بي دو لاندا ايغال زيرو وقتاش بي دو لاندا ايغال زيرو انا هنا عندي ان بولينوم دوغدر دو دونك باش نعرف لي غاسين ديالو يل نحسب لو ديسكريمينون دلتا ونجبد لي غاسين دلتا هو بي او كار موان موين 4 فوا سي بي او كار هو هاد العدد لي مضروب في لاندا 4 فوا آه هو هذا اللي مضروب في أوكاغي اللي هو واحد و هو هذا دونك حسبت الدلتا عطاني هو أربعة اللي هو 2 أوكاغي لي لاندا هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا والثاني هو ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا دونك انا هنايا عندي بي هو ناقص 4 الوغ ناقص بي غيكون هو 4 4 ناقص جوج اللي هي غاسين دو دلتا سور دو ا ا هي واحد دونك هنا يجي في لي هي واحد و لاندا دو هي أربعة بلوس دو سيغ دو تعطيني هي ستة على جوج هي 3 دونك هنايا لي طلبوا مني ندير كالكول نحسب بي فوا كو اي كو فوا بي دونك هذا كالكول دو برودوي عادي عندي لا ماتريس بي هي هذه عندي لا ماتريس كو هي هذه اول حاجه غنحسب هذا الكو بعدا لحقاش هنايا عندي برودوي ديال اون ماتريس فوا ان سكالير دونك هذا الكو هذه باش نحسبها اي سوفي هذا واحد على جوج نضربوا في لي كوفيسيون كاملين ديال لا ماتريس غتعطيني هي موان 1 سور 2 1 سور 2 1 سور 2 1 سور 2 دونك بور افيكتوي هذا لو برودوي غنستعمل لا ميثود العاديه اللي كنحسب بها الكالكول دو برودوي دو دو ماتريس جو تراس لي ليني دو لا بريمير ماتريس اي جو تراس لي كولون دو لا دوزيام ماتريس دونك غير نحسب هاد الربعه نتاع لي بوزيسيون هاد الربعه هما اللي غيعطيوني لو برودوي الوغ هاد لا بوزيسيون كيفاش كندير نحسبها هادي جايه في لانترسكسيون ديال بريمير ليني بريمير كولون كندير الاول مضروب في الاول زائد الثاني مضروب في الثاني يعني ناقص واحد مضروب في ناقص واحد على جوج زائد واحد مضروب في واحد على جوج غادي ندير غتعطيني غا هي واحد بنفس الطريقة غادي نعمر لي كاملين مثلا هذا جاي في لانتيغسيكسيون ديال دوزيام ليني اي كولون دونك غندير الأول في الأول زائد التاني في الثاني اللي هو واحد مضروب في ناقص واحد على جوج زائد واحد مضروب في واحد على جوج غندير لي كالكول غتعطيني زيرو دونك غادي نكمل فوا هي اكزاكتومون لا ايدونتيتي بنفس الطريقة غنحسب كو فوا بي دونك هنايا كو فوا بي هي هادي لا ماتريس كو هادي لا ماتريس بي بنفس الطريقة غنحسب كو فوا بي هادي راه كو فوا بي ماشي بي فوا كو دونك بنفس الطريقة غنحسب كو فوا بي غتعطيني حتى هي هي لا ماتريس ايدونتيتي الوغ هنا عندي ان بي فوا كو ايكال ليدونتيتي Et Q fois P c'est égal à l'identité. C'est la méthode de définition de l'inverse d'une matrice. Il est quand P fois Q est égal à l'identité et Q fois P est égal à l'identité. Donc P est inversible et son inverse est exactement Q. Donc là, il y a P moins 1 est exactement Q lié à 1 sur 2 fois moins 1, 1, 1, 1. طلبو مني فيغيفي كو ا ايغال بي فوا دي فوا بي موان زان دونك انا شنو غندير غنمشي نحسب بي فوا دي هي الاولى وهاديك لا ماتريس اللي غتخرج ليا غنضربها في بي موان زان وخصني نلقاها كتساوي لا ماتريس ا الوغ بي هي هادي و دي هي هادي دونك بي فوا دي جو تراس لي ليني دو لا بروميير ماتريس لي كولون دو لا دوزيام ماتريس اي جو في لي كالكول فحال مثلا هاد الاول كيفاش درت حسبته خديت الاول في الاول زائد الثاني في الثاني مثلا هذا كيفاش درت حسبته هو لانترسيكسيون ديال دوزيام ليني دوزيام كولون

les inconnus. Alors a les inconnus que x de t ou y de t. L'inconnu le li est x de t. Les coefficients de ce système, 2 et 1. Donc colonne, on va la, la première colonne 2, 1. La deuxième inconnue y est y de t. Les coefficients sont 1, 2. Donc on va la deuxième colonne on 1, 2. C'est la matrice A fois le vecteur des inconnus qui est x, y. Donc ici je x Égal à fois x, la hache x de t, a ou x, y. Donc il aime a x prime, la hache x prime. y بخيم من بعد طلبوا مني اون ديدويغ y بريم ايغال دي فوا y الو غنطلق من العلاقه اللي عطيني عطيني y ايغال بي موان زان فوا اكس هذه ديما الا عطاو هاد لابليكاسيون ديما كتعطى هاد العلاقه y ايغال بي موان زان فوا اكس دونك باش نخرج هاد لا كيسيون كنطلق منها y ايغال بي موان زان فوا اكس وندوز لا ديريفي لحقاش انا لا هي اللي بغيتها دونك y بخيم هي بي موان زان فوا P 1 la c'est une constante. les fonctions. مثلا, on a une fonction f de x, il a dérivée constante, qui est alpha fois f alpha fois f de x. les de p 1 une constante, une constante. ne dépend pas de t. P 1 c'est une matrice qui me fait t. Alors y prime p 1 fois x de t. Par contre, on x à la dérivée, qui t, la variable. Donc, Y' égale P moins 1 fois X' de T. ou X', déjà, je vais terminer la question que j'ai X', je l'ai A fois X. Donc, on va revenir. donner Y', qui est P moins 1 fois A fois X. Et on a vu la question d'avant, la question 3, on a vu que cette A, P fois D fois P moins 1. Donc, on va revenir. On va donner Y' égale P moins 1. Et cette A, on va la revenir P fois D fois P moins 1 fois X de T.

أبخي كيطلبو مني نقلب على x X1 دو تي و en أن دو تي أون فونكسيون دو تي، ألوغ هاد إكس أن دو تي و إكغيك أن دو تي راهما كوغدوني ديال هاد لو لي هو دو إكس أن و y1، أن معنيتها طالبين مني نجبد y دو تي، غادي نطبق العلاقة اللي فيها y، عندي أن y بخيم إيكال إيكغيك بخيم غنعوض إلا كانت إيكغيك هي هادي دونك إيكغيك بخيم غتكون هي إكس أن بخيم إيكغيك أن بخيم إيكال لا ماتخيس دي هي هادي أو هي هادي دونك غنحسب هاد لو بنفس الطريقة جو تخاص لي ليني ديال لا بخومييغ ماتخيس عندي فيها جوج نتاع لي ليني لي كولون ديال لا دوزيام ماتخيس لي هي هادي عندي فيها أون سول كولون إي جو كالكول لو دونك الأول غيعطيني هو إكس أن دو تي أو التاني غيعطيني هو تلاتة فوا إيكغيك أن دو تي دونك إكس أن بخيم ايغال إكس أن و إيكغيك أن égale à 3 fois y1. Dans j jeu, x1 ou 3 fois y1. Dans le jeu, deux équations différentielles. L'équation différentielle Lula, est x1' de t moins x1 de t égale 0. Et l'équation différentielle Tsania, est y y1' de t moins 3 fois y1 de t égale à 0. Alors, je ne sais pas que est Lula. par définition, les équations différentielles x1 de t égale une constante liée à alpha. فوا اكسبونونسيل موان لانتيغرال ديال واحد الكسر هذاك الكسر البسط كيكون فيه هذاك لي اللي مضروب في اكس الوغ لي ليمون اللي عندي هنا مضروب في اكس هو موان زان غنحط هنا في البسط موان زان المقام كيكون عندي لي ليمون اللي مضروب في اكس بريم هنا اكس بريم عندي مضروبه في واحد دونك المقام غيكون هو واحد غنحسب هاد لانتيغرال موان مع الموان هو بلس لانتيغرال ديال واحد دي, دي تي راه هو تي دونك اكس ان دو تي هو الفا فوا اكسبونونسيال تي ندوز ليكواسيون ديفيرونسيل الثانيه نحلها بنفس الطريقه إيكغيك ان دو تي غتكون هي اون كونستونت تسميتها انا بيتا فوا اكسبونسييل موين الانتيغرا ديال واحد الكسر الاول هو هذاك اللي مضروب في اليغ اللي عندي مضروب في اليغ هنايا اليغ يعني اللي ما فيهاش البريم اللي عندي هنا مضروب في اليغ هو ناقص 3 غنحطها هنا في البسط ناقص 3 المقام هو داك اللي مضروب في البريم اللي مضروب في البريم هو 1 دونك غنحط في المقام هنايا 1 مو مع مو هي بلس الانتيغرا ديال 3 دي تي راه هي 3 فوا تي دونك يغ ان دو تي خرجت لي هي بيتا فوا اكسبونسييل 3 تي دونك ها انا جبت هنا الاحداثيات ديال يغ اللي هما اكس ان دو تي و y ان دو تي جبتهم بدلاله تي من بعد غيطلبوا مني نجبد اكس دو تي و واي دو تي اون فونكسيون دو تي alors هاد x دو تي و y دو تي هما اكزاكتمون الاحداثيات ديال لو فيكتور غون اكس دونك انا غنمشي نقلب على شنو هي العلاقه اللي عندي فيها الاكس والايغريك لحقاش ايغريك جبت لها الاحداثيات ديالها دونك غنشوف فين هي العلاقه اللي عندي فيها الاكس والايغريك هي هذه ايغريك ايغال بي موان زان فوا اكس دو تي ونجبد منها الاكس الا كانت ايغريك هي بي موان زان فوا اكس دو تي الوغ اكس دو تي هي بي فوا ايغريك كيفاش درت جبتها هنا عندي بي موان زان فوا اكس دو تي هاد الطرف بغيت يبقى ليا فيه غير اكس دونك بغيت نحيد بي موان زان الا بغيت نحيد بي موان زان نضربها في بي الا ضربت هنايا في بي حتى هنا خصني نضرب في بي الا ضربت في بي على اليسر حتى هنا خصني نضرب في بي على اليسر دونك غنضرب هنا في بي ونضرب هنا في بي غتعطيني بي فوا ايغريك ايغال بي فوا بي موان زان فوا اكس بي فوا بي موان زان هي ليدونتيتي دونك كتمشي غيبقى لي هو اكس ايغال بي فوا ايغريك ونعوض اكس راه هو اكس دو تي ايغريك دو تي بي هي هاد لا ماتريس راه ديجا عندي x1, y1. و إكغيك هو إكس أن إكغيك أن و إكس أن إكغيك أن راه ديجا حسبتو هو ألفا فوا إكسبونونسيل تي بيتا فوا إكسبونونسيل تخوا تي إي جو في لو كالكول دو برودوي دونك هاد لا ماتريس غتعطيني هي موان ألفا إكسبونونسيل تي بلوس بيتا إكسبونونسيل تخوا تي و التانية غتعطيني هي ألفا إكسبونونسيل تي بلوس بيتا فوا إكسبونونسيل تخوا تي دونك إكس دو تي كيساوي الأول و إكغيك دو تي كيساوي التاني

الا عوضت في لا فونكسيون بالواحد راه غنلقاها داخله دونك اللي كيكون خارج ديما هو بلس لانفيني ولا مو لانفيني دونك بلس لانفيني هو اللي خارج يعني بلس لانفيني هو اللي عندي فيه المشكل الوغ هنا ملي كنشوف عندي في لا فونكسيون فيها شي بارتي فيها بولينوم والبروبليم في بلس لانفيني اولا في مو لانفيني ديما كنفكر ندير ليكيفالونس هنا عندي بولينوم ما نحتاجش نشرو باش نشوف شنو هو اكبر حد لحقاش ديما ان بولينوم الى ايكيفالون او تيرم دو بلو دي او دوغري او فوازيناج دو بلس لانفيني ان بولينوم تيكون ايكيفالون لاكبر حد في دو بلس فيني دونك هنايا ما نحتاجش ننشر ندير غير طيرن بار طيرن نبدا با اكس بلس 1 اكس بلس 1 ايكيفالون اكبر حد ديالو اللي هو اكس عاود اكس بلس 2 ايلي ايكيفالون اكبر حد ديالو اللي هو اكس ومن بعد ندير البرودوي اكس بلس 1 فوا اكس بلس 2 Réconne équivalent x fois x lié x au carré. On drop tout le chiffre de x. Réconne équivalent x à la puissance 3. Donc, le makloub, li y 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2. Réconne équivalent 1 sur x à la puissance 3. Nous l'intégrale i est convergente. Alors, nous avons le critère d'équivalence. Je sais que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3 dx est convergente. C'est une intégrale de Rayman, alpha égale 3 supérieur strict à 1. Donc, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de la fonction est convergente. C'est-à-dire que l'intégrale i est convergente. من بعد طلبوا مني نفيريفي هاد ليغاليتي دونك اي سوفين واحد المقامات هنايا نورمالمون اصغر مقام واحد هو 2 فوا اكس فوا اكس بلس 1 فوا اكس بلس 2 مي نقدر باش ما نتلفش في لي كالكول المقام الموحد نحطو هو لو برودوي ديال هاد المقامات كاملين دونك انا هادشي اللي غادي ندير غنجي غاد المقام الموحد ونحط فيه هو 2 اكس مضروب في اكس بلس 1 مضروب في 2 فوا 2 هذا هو المقام الموحد ومن بعد غنحاول نوحد المقامات دونك هاد 2 دو فوا اكس فاش ضربتها باش ولات لي هاد المقام الموحد ضربتها في اكس بلس 1 فوا 2 فوا اكس بلس 2 دو. دونك حتى هاد الواحد غنضربو في اكس بلس 1 فوا 2 فوا اكس بلس 2 هي هادي اللي حطيتها هنا موان عود هاد اكس بلس 1 فاش ضربتها باش ولات لي هاد المقام الموحد ضربتها في 2 فوا إكس. فوا دو فوا إكس بلس دو دونك غنجي لهاد الواحد حتى هو ونضربو في دو فوا إكس فوا 2 فوا إكس دو. بلوس دو بلس عاود هاد 2 فوا إكس فاش ضربتها باش ولات ليا المقام الموحد ضربتها في دو فوا إكس فوا إكس آن. دونك غنجي حتى لهاد الواحد ونضربو في دو فوا إكس فوا إكس من بعد غيبقى ليا غير النشر غنشر البسط غيعطيني هو 4 على 4 فوا اكس فوا اكس 1 فوا اكس 2 غنختازل بهذا 4 غيبقى لي هو اكزاكتومون 1 سور اكس فوا اكس 1 فوا اكس 2 من بعد عطاوني اي دو الفا il y a l'intégrale entre 1 et alpha dL dx sur x fois x plus 1 fois x plus 2. outre le bon minimum de l'intégrale. alors, on va se rappeler. à partir d'après la question précédente, un 1 sur x fois x plus 1 fois x plus 2, il y a la décomposition d'alo. il y a 1 sur x moins 1 sur x plus 1 زائد واحد على جوج فوا إكس بلس دو دونك هنايا إيسوفي نحسب لانتيغرال أو أن لا فونكسيون ديال واحد على إكس راهي إلين ديال فالوغ أبسولو دو إكس دونك هنايا هي أن سوغ دو الاصليه ديال واحد على اكس هي ln فالور ابسولو دو اكس لا فونكسيون بريميتيف ديال 1 سور اكس بلس 1 هي ln فالور ابسولو دو اكس بلس 1 اي لا فونكسيون بريميتيف ديال 1 سور اكس بلس 2 هاد 1 سور 2 غنخرجها هي ln ديال فالور ابسولو دو اكس بلس 2 الوغ هنا نقدر نحيد لا فالور ابسولو علاش لحقاش الاكس اي لي توجور بوزيتيف راه عاطيني ان الاكس اي سوبيريور او ايغال ا 1 الا كان إكس سوبيريور أو إيغال آ 1 دونك إيلي بوزيتيف يعني نقدر نحيد هنايا لا فالور أبسوليو غتبقى ليا هي الين دو إكس وهنايا الين دو إكس بلس 1 وهنايا الين دو إكس بلس 2 الوغ ملي تخرج ليا لا فونكسيون بريميتيف فيها بزاف نتاع لي فونكسيون الين نحاول أنا ديما نجمعهم فونكسيون الين وحده باش كنسهل عليا لي كالكول ألور هنا باش كنجمعهم فونكسيون الين وحده كنستعمل العلاقات نتاع الين كنعرف أن ا فوا الين دو بي هي الين دو بي بويسونس ا

هي ln 2 غاسين دو x فوا غاسين دو x بلوس نقدر نجمعهم في غاسين وحدة اللي هي ln ديال غاسين كبيرة دو x فوا x إكس بلوس ln دو x بلوس ان دونك هنا منين عندي الموان غنقسم غيعطيني كل شي اللي وصل ln هو هذا هو ln ديال غاسين دو x فوا x بلوس دو سور x بلوس آن. آن الفا ده بعد نعوض بلا بغن بالبورن الأولى اللي هي الفا كندير ناقص ونعود نعوض بالبورن الثانية أول نعود لـ x بالـ ألفا، غزاتني هي إلّن ديال جاسيند ألفا فاصلة ألفا ناقص 2 على ألفا ناقص 1. نعود عاوز نلّي x بالواحد، غزاتني هي إلّن ديال جاسيند 1 فاصلة 1 ناقص 2 اللي هي 3 على 1 ناقص 1 اللي هي 2. من بعد كل بمني جبت القيمة ديال الإنتيگرال I اللي هو الإنتيگرال بين 1 و ناقص لانفي. donc par définition i est exactement la limite de I de alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini, cest la définition d'une intégrale généralisée. l'intégrale de plus l'infini f de x qui est la limite de l'intégrale entre 1 et t f de x lorsque t tend vers plus l'infini. t est alpha. Alors, la limite d'i de, de, de alpha, de α, غنبدا هاد الشيء اللي عندي وسط ال ان غنحسبو بوحدو كنعرف ان الليميت ديال بولينوم على بولينوم هي الليميت ديال اكبر حد على اكبر حد دونك انا غنمشي نشوف غير هاد الشيء اللي عندي وسط ال ان ونشوف لا ليميت ديالو شحال الوغ هنا الا نشرت هاد البولينوم اللي عندي وسط الغاسين غيعطيني غي هو الفا او كاري بلس دو الفا ليميت ديال الفا او كاري بلس دو الفا هي ليميت ديال الفا او كاري الفا او كاري دخلت عليها الغاسين غتعطيني هي الفا اكبر حد في البسط هو الفا اكبر حد في المقام هو الفا الفا على الفا هي واحد الين ديال واحد هي زيرو دونك اشنو غيبقى ليا غيبقى ليا موان الين دو غاسين دو 3 سور دو من بعد طلبوا مني نيتودي لا كونفرجونس ديال هاد لانتيغرال الوغ لانتيغرال انت 0 و بلس لانفيني دو اكسبونونسيال موان اكس دي اكس انا هنا عندي لو بروبليم او فوازيناج دو بلس لانفيني ديما ملي كنشوف عندي في اكسبونونسييل شي حاجه كي طون فيغ <applause> لانفيني <applause> كنفكر نستعمل لو كريتير دو غيمان علاش لحقاش عندي واحد لا ليميت اوزويال هي لا ليميت ديال اكس على بويسونس الفا فوا اكسبونونسييل اكس لوكسكو اكس طون فيغ مو لانفيني <applause> هي زيرو يعني انا عارفه ان اكسبونونسييل شي حاجه كي طون فيغ <applause> لانفيني الا ضربتها في اكس على بويسونس الفا ديما لا ليميت غتعطيني هي زيرو دونك نستعمل لو كريتير دو غيمان ونختار الالفا سوبيريور ستريكتومون ا ان لحقاش انا عارفه ان لا ليميت ديما غتخرج لي هي زيرو انا في لو ان الفا ايغال ا 2 دونك غنحسب لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اكس على بويسونس الفا الفا انا هنا اختاريتها هي 2 تقدروا تختاروا اي عدد اللي هو سوبيريور ستريكت ا 1 دي اكس او كاري اكسبونونسيل موان اكس هاد لا ليميت راها كتساوي زيرو ونقدر نبينها غير اون فيزون ان شونجمون دو فاريابل نحط ايغريك هو هادشي اللي في البويسونس ديكسبونونسيل نحط ايغريك هي موان اكس وغادي تخرج ليا لا ليميت هي زيرو Alors, d'après le critère de Riemann, l'intégrale a est convergente. La cache indique la limite de x à la puissance alpha fois f de x égale à 0 avec alpha supérieur à 1. الوغ بوغ لا دوزيام انتيغرال باش نيتيدي لا كونفيرجونس ديالها ديما راه كنشوف شنو هو البورن اللي خارج الوغ باش كنعرف فين هو البورن اللي خارج فين هو البورن اللي داخل بلس لانفيني مو لانفيني راهم ديما خارجين كنعوض غير في لا اللي عندي منين ما كتكونش عندي لا فونكسيون ديفيني الوغ هذاك البورن راه خارج منين كتكون عندي لا فونكسيون ديفيني هذاك البورن راه داخل دونك هنايا لا فونكسيون عندي هي واحد على اكس جذر اكس موان نعوض الاكس بالواحد ونشوف شحال غتعطيني الا عوضت الاكس بالواحد غتعطيني واحد والمقام هي واحد غاسين واحد ناقص واحد دونك غتعطيني في المقام زيرو ما يمكنش يكون عندي في المقام زيرو دونك لا فونكسيون ني با ديفيني في الواحد يعني الواحد خارج باغ كونطخ ربعة داخل لحقاش إلا عوضت في لافونكسيون في المقام غيعطيني ربعة جدر تلاتة ربعة جدر تلاتة يعني لافونكسيون واحد على ربعة جدر تلاتة راه إلي ديفيني دونك اللي عندي خارج هو الواحد الوغ دابا شنو غنمشي ندير غنمشي نحاول نقلب على شي فونكسيون اللي هي إما يا اما ايكيفالونط يا اما نيجليجابل ديفون هاد لا فونكسيون دونك كيفاش كندير كنمشي كنفكك لا فونكسيون اللي عطيني لا فونكسيون اللي عطيني هي 1 سور اكس فوا غاسين دو اكس موانز غنفككها على شكل برودوي غنكتبها هي واحد على اكس مضروبه في واحد على غاسين دو اكس 1 من بعد كنشوف هذيك لا فونكسيون اللي بسببها هذاك الواحد ني با ديفيني هي اللي كنحطها جي دو اكس دونك انا لا فونكسيون اللي بسببها الواحد ني با ديفيني لحقاش انا هنا ولاو عندي دابا جوج نتاع لا فونكسيون ولات عندي واحد على اكس ولات عندي واحد على غاسين دو اكس موانز نمشي نعوض هذاك الواحد اللي خارج نعوضو في لا فونكسيون الاولى ونشوف واش الي ديفيني ولا لا نعوض في هاد لا فونكسيون غتعطيني واحد على واحد واحد على واحد هي واحد دونك الي ديفيني ندوز لا فونكسيون الثانيه واحد على غاسين ديال واحد ناقص واحد هي واحد على زيرو دونك لا فونكسيون كي ديفيني هي هاد لا فونكسيون اللي هي واحد على غاسين دو اكس موانز دونك انا غنجي وغنبوزي جي هي واحد على غاسين دو اكس موانز ونمشي نحسب الليميت ديال اف على جي في هذاك لو بوين اللي خارج الا لقيت هي واحد نستعمل لو كريتير ديكيفالونس الا لقيت لا ليميت هي زيرو نستعمل لو كريتير دو نيجليجونس دونك هذه سي اون تكنيك نقدر نستعملها باش نقلب على اون فونكسيون اللي هي ايكيفالونت لا فونكسيون اللي عندي اولا اون فونكسيون كي نيجليجابل دوفون لا فونكسيون اللي عندي الوغ هنايا ملي مشيت حسبت لا ليميت ديال اف على جي ها هي اف الا قسمتها على جي غتمشي لي واحد على جذر اكس موان زان غيبقى لي غير واحد على اكس ليميت د واحد على اكس لوغسكو اكس طون فيغ ان يسوفي نعوض الاكس بالواحد هي ان دونك غنستعمل لو كريتير Je sais que f de x elle est équivalente à g de x au voisinage du point 1. Donc, au lieu d'étudier l'intégrale entre 1 et 4 de f de x, il suffit d'étudier l'intégrale entre 1 et 4 de g de x. Cette g de x, c'est la fonction primitive d'yelle. Donc, on peut utiliser la méthode de définition de les calculs. لانتغرال بين 1 و 4 ديال دي اكس سور راسين دو اكس 1 هي لا ليميت ديال لانتغرال وهذاك البورن اللي خارج كنردو كيساوي تي donc il y a la limite de l'intégrale entre le borné inférieur ou un de 2h t et 4 lorsque t tend vers le borné inférieur il y a 1 de dx sur racine de x moins 1 donc c'est a la méthode de définition alors on a de la fonction liée dans les magasins entre le bas donc x moins 1 à la puissance moins 1 sur 2. on a vu que c'est il y a le calcul la fonction primitive quand on sait que l'intégrale de, qu a de il f fois f à la puissance n ou 1 sur n 1 plus 1 fois f à la puissance n plus 1 /2. donc la primitive de x-1 à la puissance moins 1 sur 2 il y a x moins 1 à la puissance moins 1 sur 2 plus 1, on le consomme à moins 1 sur 2 plus 1. Donc, ça donne 2 racines de x moins 1, on le considère 2 fois racine de 3 moins 2 fois racine de t moins 1, on a considère la limite lorsque t tombe vers 1. Lorsque t tombe vers 1, ça donne 1 moins 1, c'est 0, ça donne 2 fois racine de 3. Alors, il y a l'intégrale qui est est convergente. Il y a l'intégrale qui est plus l'infini ou moins l'infini, l'intégrale est divergente. Donc, هنا لقيتو كيساوي عدد الوغ هاد لانتيغرال ديال لا فونكسيون جي اي كونفيرجون الوغ دابري لو كريتير ديكيفالونس لانتيغرال ديال لا فونكسيون اف حتى هو غيكون كونفيرجون كاين اون ميثود الا ما بغيتش نستعمل لا ميثود دو ديفينيسيون نقدر نفكر في لانتيغرال دو ريمان ونستعمل ان شونجمون دو فاريابل لحقاش انا لاحظت ان هاد لا فونكسيون جي اللي هي واحد على جذر اكس موان ممكن تكتب ليا على شكل واحد على جذر تي 1 à la jadre de t, c'est 1 à la t à la puissance 1 sur 2. C'est une intégrale de Riemann. Donc, je vais faire un changement de variable. On va t, ou x moins 1. Le changement de variable, quand on met les bornes, on met dx, on met dt. Alors, il y a de l'échec. Dt, c'est exactement dx. Lorsque x est égal à 1, on remet ici. Lorsque x est égal à 1, t est égal à 0. Et lorsque x est égal à 4, t est égal à 3. ونبدل لا فاريابل فين ما كانت عندي اكس كان الضا كتساوي تي وبيان سور حتى لي بورن كيتبدلوا كان عندي واحد ولا هو زيرو كانت ربعة ولات هي ثلاثة دي اكس ولات هي دي تي اكس موان زان هي تي دونك ولات ليا هي لانتيغرال اونت 0 و 3 ديال دي تي سو راسين دو تي كنعرف ان لي زانتيغرال دو غيمان عندي يا اما ما بين و والواحد يا اما ما بين و الواحد وبلس لانفيني دونك هذا اللي ما بين 0 و 3 غنقسمو على جوج اون اوتيليزون لا ريلاسيون دو شال Il y a l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et 3. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de t dt il est toujours convergent à l'âge parce que c'est une intégrale de Riemann, alpha égale 1 sur 2 inférieur strictement à 1. Et l'intégrale entre 1 et 3 1 sur racine de t de t elle est convergente. l'intégrale c'est une intégrale simple. dites les intégrales simples qui sont convergentes. Donc, ici, pour la justifier ou rédiger, que, que la fonction qui est associée à 1 sur racine de t elle est continue sur quel intervalle Sur l'intervalle 1, 3. Ici, peut -être qu il yin, peut -être que l'intégrale est simple, qui est les bornes les bornes donc, l'intégrale convergente et l'intégrale convergente, alors l'intégrale entre 0 et 3, dt sur la racine de T, ça va être convergent. convergente. Et d'après le critère d'équivalence, l'intégrale P est convergente. Alors, le troisième exercice concerne les séries numériques. Donc, attendez la suite UN qu'il y a une équivalence entre UN et 1 sur N au carré. Alors, maintenant... عندي ان او ان هي 1 سوغ ان فوا ان بلس 1 ديما كنعرف ان بولينوم كيكون ديما ايكيفالون اكبر حد ديالو او فوازيناج دو بلس لانفيني دونك ان بلس 1, 1 غيكون ايكيفالون اكبر حد اللي هو ان ونضرب كلشي في ان غيعطيني ان فوا ان بلس 1 ايكيفالون N او carré وندير المقلوب غتعطيني او ان ايكيفالون ل 1 sur ان او carré لا دو تيرم جينيرال 1 سوغ ان او كاري اي لي كونفيرجونت باسكو سي سيري دو ريمان الفا دو 1 alors d'après le critère d'équivalence la La série de termes générales UN, n à convergente. من بعد طلبوا مني في ان 1 على ان فوا ان بلس ان 1 ان ان بلس من هذا الطرف ونوحد المقامات واحد على ان ناقص 1 على ان بلس ان المقام واحد هو ان فوا ان بلس ان البسط غتعطيني ان بلس ان موان ان نختزل بالان غيبقى لي 1 على ان فوا ان بلس اللي هو اكزاكتومون او ان من بعد طلبوا مني نحسب اس ان اللي هي لاسوم من ك ايغال حتى ال -n ديال -uk. دونك الا جيت نفرق هاد لا سوم هي اللي من واحد حتى ل ان بو كا ايغال ان سي او ان بو ايغال دو سي او دونك هي او ان بلس او دو بلس او 3 حتى او ان كنعرف ان او هي واحد على ان ناقص واحد على ان بلس ان دونك غنمشي نحسب هاد لي واحد هو واحد على واحد ناقص واحد على جوج او هو واحد على جوج ناقص واحد على ثلاثة او هو واحد على ثلاثة ناقص واحد على ربعة حتى UN ان او هو واحد على ان ناقص واحد على ان بلس ان غنمشي نحسب لو تيرم اللي قبل منه اللي هو ان موان علاش باش ملي كندير لا سوم كيبانوا ليا شنو هما اللي في هذا دونك هنا ان ب ان موان غتعطيني ان سور ان موان موان ان سور ان موان اللي هي ان سور ان دابا غندير منين غندير موان مع ان سور دو غتمشي موان مع ان سور غتمشي عاود هنايا موا ان سوغ مع ان سوغ غتمشي اكسيتيرا حتى لاين حتى لاخر حد شكون غيمشي ليا هنا في هاد او ان لو منها هنا عندي موا ان سوغ ان دونك هاد موا ان سوغ ان غتمشي مع هاد ان سوغ عاود هاد ان ان موان غتمشي مع لي قبل منها اشنو غيبقى غير هاد الواحد وهذا واحد على ان, بلوس ان. دونك اس ان هي اه موان ان موان ان سوغ Alors par définition, la série de termes général un est exactement la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, 1 l'infini est 0, donc la limite est 1. Alors maintenant, pour étudier la nature de la série de termes général exponentielle moins n sur n au carré, on a capable les méthodes. الميثود الاولى هي نستعمل لا ريغل ديال أنا ان لا بويسونس الفا فوا يو ان هذه اغلبيه كنفكر نستعملها ملي كيكون عندي هذاك لو تيرم جينيرال فيه شي حاجه فيها اكسبونونسيال شي حاجه كي طونفير موان لانفيني ان طونفير بلس لانفيني مع الموان هي موان لانفيني اكسبونونسيال ديال شي حاجه كي طونفير موان لانفيني كنستعمل كنفكر نستعمل هاد لا ريغل ديال أنا ان لا الفا فوا يو ان كان عرف ان لا ليميت في موان لانفيني ديال اكس على بويسونس الفا فوا اكسبونونسيال اكس ديما كتساوي زيرو دونك باش نطبق هاد العلاقه يوسفين نختار الفا سوبيريور ستريكت ا ان انا هنا اختاريت الفا هي 2 نقدر نختار اي الفا كي هي سوبيريور ا ان دونك نمشي نحسب لا ليميت نختاز ان او كاري مع ان او كاري غتبقى لي هي اكسبونونسيال موان ان لوغسكو ان طون فيغ بلوس لانفيني Moins n tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, alpha égale à 2 supérieur à 1. Alors, d'après la règle de n à la puissance alpha fois un, la série de termes général un est convergente. La deuxième méthode, nous pouvons faire une suite qui est équivalente ou négligeable devant la suite. Donc, la suite est exponentielle moins n sur n. au carré Nous allons décomposé Donc, c'est exponentielle moins n. par 1 sur n. Donc, maintenant, nous allons يا اما اكسبونونسيال موان ان نقسم عليها ونشوف لا ليميت شحال غتعطيني الا عطاتني كتساوي زيرو غنستعمل لو كريتير دو نيغليجونس الا عطاتني كتساوي واحد غنستعمل لو كريتير ديكيفالونس يا اما نختار واحد على ان او كاري نحسب لا ليميت الوغ هنا نقدر نختار ان سور ان او نقدر نختار اكسبونونسيال موان ان الوغ هنا اختاريت ان سور ان او la limite est égale à 0 donc la limite est égale à 0 on le critère de négligence la série de termes général 1 sur n au carré est convergente car c'est une série de rayman alpha égale à 2 supérieur à 1 alors d'après le critère de négligence la série est, es, est convergente sinon on peut la diviser de sur de moins n on moins n pour obtenir la limite égale à 0 la série de termes général exponentiel moins n on peut la à 1 sur e le tout à la puissance n, c'est une série géométrique. La valeur absolue de q, liée à la valeur absolue de 1 sur e, est inférieure strictement à 1, donc la série est convergente. Alors, d'après le critère de négligence, la série de terme général exponentielle moins n sur n au carré est convergente. Mais peut-être vous de la nature de n à la puissance n sur n factorielle. Eh bien, dès que le terme général, indifférent puissance ou l'indifférent factoriel, quand on le critère de d'Alembert. الوغ في كم كنمشي كنحسب او ان بلوس ان مقسومة على او ان او ان بلوس ان هي في ما شفت عندي الان كنردها ان بلوس ان هي ان بلوس ان على بويسونس ان بلوس ان سوغ ان بلوس ان فاكتوغيال سوغ او ان هي ان على بويسونس ان سوغ ان فاكتوغيال دونك هي البسط مضروب في المقلوب د المقام البسط غنفككو غنكتبو هو ان بلوس ان فوا ان بلوس ان على بويسونس ان وهاد ان بلس ان فاكتوريال راه هي ان بلس ان فوا ان فاكتوريال دونك غنختازل بهاد الان فاكتوريال غتبقى لي هي ان بلس ان على بويسونس ان سور ان على بويسونس ان لحقاش حتى انا غنختازل حتى بهاد ان بلس ان اللي هي ان بلس ان سور ان لو تو على بويسونس ان ونقدر نكتبها ان على ان هي واحد زائد واحد على ان لو تو على بويسونس ان دابا غنمشي نحسب هاد لا ليميت ديال او ان بلس ان على او ان منين كيكون عندي لا فاريابل فلا بويسونس ديما لا سويت كنردها اكسبونونسيال ال ان عاد كنحسب لا ليميت ما كنحسبهاش ديريكتومون انا هنا عندي ان فلا بويسونس دونك غنرد هاد لا سويت هادي غنردها اكسبونونسيال ان فوا ال ان ديال هادشي ال ديال واحد زائد واحد على ان الوغ باش نحسب هاد لا ليميت شنو غندير كنعرف ان لا ليميت في الزيرو ديال ال د واحد زائد شي حاجه كي طون فيغ زيرو الا قسمتها على هذيك الحاجه كي طون فيغ زيرو غتعطيني لا ليميت هي واحد دونك انا هنا عندي ال ديال واحد زائد هاد لا كونتيتي طون فيغ زيرو دونك بور فيغ اباريت هاديك لا ليميت اوزيل نقسم على ديك الحاجه كي طون فيغ زيرو ونضرب فيها الوغ هنا غنقسم على واحد على اين ونضرب في واحد على ان هاد لا كونتيتي كلها La limite d'elle-là est 1. L'n avec l'n va être 36. La limite va rester exponentielle 1, qui E. E est le juge face à la 7. Le juge face à la 7 est supérieur strictement à 1. Donc, d'après le critère de d'Alembert, la série de termes générales un est divergente. Mais bête طلبوا مني نجبد لا ناتور دو لا سيري دو تيرم جينيرال موان موانزا على بويسونس ان سو راسين دو ان او كاري بلس 1 الوغ هنا ملي نشوف ان عندي موان موانزا على بويسونس ان فوا شي حاجه نعرف راسي انني غنستعمل لو كريتير سبيسيال دي سيري التيرني الوغ هنا غنكتب او ان هي موان موانزا على بويسونس ان فوا هذاك الشيء كله اللي بقى كنحطو هو في ان هنا في ان عندي هي ان سو راسين دو ان او كاري بلس 1 Le critère spécial des séries alternées est de juger les conditions. La première condition, la limite de Vn plus l'infini est de 0, et effectivement la limite égale à 0. La deuxième condition, Vn qui est de décroissance. Vn décroissante est Vn plus 1 inférieur à Vn. Donc, nous allons faire Vn plus 1. Vn plus 1 est de 1 à la valeur de n plus 2. Vn plus 1 est de 1 la de n. كنردها ان بلس ان دونك هي ان سور راسين وهاد الان غنردها ان بلس ان دونك هي ان بلس ان لو تو او كاري بلس ان من بعد ان سوفي ندير التاطير حسن ما ندير لي كالكول كندير غير التاطير وكتخرج ليا ديريكتومون ان بلس ان راه ديما سوبيريور الان دونك ان بلس ان او كاري غتكون كبر من ان او كاري علاش لحقاش لا فونكسيون انا دخلت هنا هي اكس او كاري لا فونكسيون كي اسوسي اكس ا اكس او كاري اي من بعد نزيد هاد الواحد On tril racine, on dit le club. Ça vn plus 1 inférieur strictement à vn. Donc la suite vn est décroissante. Vn vérifie les deux conditions. Alors d'après le critère spécial des séries alternées, la série de termes général moins 1 à la puissance n sur racine de n au carré plus 1 est convergente.